بين الأرض الحجرية الموجودة على الجانب اليساري لجامع بايزيد باسطنبول وبين باب صدف جيلار الذي يؤدي إلى السوق المسقوف يقع سوق الصحفيين. جولتنا اليوم تأخذنا إلى هذا السوق الغارق في القدم، حيث يعود بتاريخه إلى القرن الخامس عشر. حكاية هذا السوق المخصص للصحف أو الورق أنه قديماً أقيم حول المدرسة، وذلك لتأمين لوازم الطلاب وبيع الكتب. في عام 1460 ميلادية اكتمل بناء السوق المقبب، وقد خصصت أمكنة لهذه الدكاكين ونقلت إلى داخل السوق المستحدث، وبقيت قائمة بداخله حتى حدوث الزلزالين اللذين ضربا اسطنبول عامي 1460 و1894، مما اضطر إلى نقل هذه المحلات إلى السوق الحالي الذي كان يسمى وقتها بسوق حققلار. لسوق الصحفيين في اسطنبول نظامه الخاص، حيث كان حرفيو سوق الصحفيين ينتسبون إلى جمعية الصحفيين التي كان يرأسها البصراوي عبد الله يتيمي، وهو من أوائل بائعي الكتب في السوق. وللوصول إلى هذا المنصب كان على الصحاف أن يمر بمرحلة العامل ومرحلة المساعد. الرحال المشهور أوليا شلبي يقول عن السوق في القرن السابع عشر أنه كان هناك 50 دكاناً و300 صحافاً في السوق، ويسجل في تاريخ هذا السوق أنه في عام 1950 تعرض لحريق كبير، وكانت نتيجة هذا الحريق أن تحولت المخطوطات الأثرية إلى رماد، مما دفع بلدية اسطنبول بسبب ذلك إلى تأميم السوق وتحويل دكاكينه الخشبية إلى باطونية ليأخذ السوق شكله الحالي. في داخل السوق تم وضع تمثال لصاحب المطبعة الأولى في تركيا، وهو إبراهيم متفرقة، ويحسب له أنه خلال بدايات الفترة العثمانية المبكرة كان ينظر إلى الكتب المطبوعة على أنها تأثير أوروبي فاسد وتم حظرها في تركيا، ونتيجة لذلك باع البازار المخطوطات فقط. ثم أنتج إبراهيم أول طابعة عثمانية وأول كتاب مطبوع باللغة التركية، وهو قاموس عربي في القرن الثامن عشر، ويوجد اليوم فيه 17 دكاناً بطابقين و23 دكاناً بطابق واحد. فإذا كنت من عشاق القراءة والبحث عن الكتب، فسوق الصحفيين في اسطنبول يلبي كل ما تبحث عنه. لبرنامج هل اسطنبول؟